بنجد ريجكتد كتير جدا في الانترفيوز وما بنعرفش ليه، ما بقاش عارفين نجاوب ازاي في الانترفيو، نروح فورمال سيمي فورمال، نجاوب بالانجلش بالعربي، ايه هي التيبس اند تريكس في الانترفيو علشان اباس اي انترفيو، ازاي وانا لسه طالب ولسه فريش جراد اقدر ان اطور نفسي، اقدم على ايه وانا لسه عندي زيرو اكسبيرينس، لسه متخرج او لسه ستودنت وانا عايز اقدم على انترنشيب، ايه الحاجات اللي انا اقدر اتعلمها وايه الحاجات اللي انا اقدر اقدم عليها وانس ان انا خلاص بقيت متخرج او لسه في الجامعه. ما ينفعش اكون لسه فريش جراد وانا بي بتاعي فوز المؤهلات اللي لازم تكون عندي as a student أو fresh grad عشان أقدر أباس أي interview Mrs. كذا أو Mr. كذا وأبعت إن أنا interested في الopportunity دي و best regards and thanks. حصل الـ HR كلمني for phone interview، عامل إيه ساعتها؟ إيه هو الـ expected salary بتاعك؟ خايف أوي أقول high salary فـ get rejected أو يقول low salary يمسك فيه. كان معاكم حسناء عز senior talent acquisition في course how to pass an interview على website career180.